بسكوت اليانسون. بسكوت اليانسون بيتعمل على مرحلتين زي الفايز بالظبط، برضو بيتعمل على مرحلتين. يعني ايه مرحلتين؟ يعني لازم بيتعمل وبعدين بيتعمل في صاج ويستوي، وبعد كده بنبدا نقطعه ونخليه مقرمش، لان هو بصوا طري. بسكوت اليانسون بيبقى في الشكل ده، اول حاجه لبسكوت اليانسون بيبقى بالشكل ده سليم، ولا عارفين له ملامح ولا اي حاجه، ولا اقول لك ايه ما تقدرش تقول ان عليه بسكوت. طيب المفروض ان احنا بنعمل ايه؟ بروح عامله كده، بسم الله بسم الله ما شاء الله، بصوا كده ببدا ان انا افككه علشان ابدا اقطعه واحوله لشكل البسكوت اللي احنا عايزينه بالمنظر ده كده. وبعد ما اعمله بالشكل ده ابدا ان انا اقطعه على شكل البسكوت، وابدا ان انا احطه في الفرن من ناحيتين لمده 3 دقائق من كل ناحيه او 5 دقائق علشان ياخد القرمشه اللي احنا عايزينها. الصاج اللي احنا عملنا فيه هو اللي هقطع فيه، مش هبهدل صاجات ثانيه بالشكل ده كده. الحجم بقى اللي انت عايزاه ايا كان، عايزه تعملي على 3، عايزه تعملي على 4، زي ما انت عايزه. انا ممكن اقسم على 2 كده بالشكل ده. بصوا شكله من جوه عامل ازاي بالمنظر ده كده، ما شاء الله عليه. طيب ده كده اهو، وابدا بقى اعمل كده بسم الله. السمك اللي انت عايزاه كده بالشكل ده كده، بيبدا ان احنا نرصه. لا الفايش لسه، ده بسكوت باليانسون، ده لسه هنحطه في الفرن عشان يقرمش. والفايش نفس النظام برضو بنحطه في الفرن يقرمش. بنقطع بالشكل ده كده ونبدا ان احنا نرصه في الصاج، بس مش بنرصه بالشكل ده، لا برصه كده كده بالشكل ده كده علشان احطه في الفرن 2 3 من الناحيه دي، وارجع اطلعه واعمله الناحيه الثانيه علشان يقرمش من كل ناحيه بالشكل ده كده. ادي صاج، ونجيب صاج تاني. لا ما انا عارفه بالشكل ده كده. وبنبدا ان احنا نقطع الكميه كلها ونحطها في الفرن على درجه حراره كام؟ درجه حراره 200، لان انا مش يعني هو مجرد 5 دقائق كده وهنطلعه نقلبه الناحيه الثانيه علشان يقرمش من ناحيتين. وهكسر لكم واحده دلوقتي ونشوف طري ازاي، وطبعا باين من التقطيعه بتاعتي، وهنشوف لما يتحط في الفرن ويبدا ان هو يقرمش معانا هيبقى عامل ازاي. بسم الله. بالشكل ده كده. ونبدا نرص في الصاج. ريحته بتبقى هايله. طيب الصاج اللي حضراتكم شايفينه ده هيبقى ضعف المقدار اللي انا عاملاه. يعني ده كده ضعف المقدار اللي احنا هنعمله دلوقتي، هنرصه في صاج صغير ونشوفه لما يستوي معانا هيبقى شكله عامل ازاي. ما بياخدش وقت في الفرن خالص عشان تبقوا عارفين الحكايه كلها، ممكن ان هو ياخد من تلت ساعه لنص ساعه او يمكن اقل كمان بالشكل ده كده. يبقى احنا كده عملنا بسكوت اليانسون او لسه هنعمله. انا عايزه بس اقول لكم ان احنا قطعناه هنحطه في الفرن علشان يبدا ان هو يقرمش من الناحيتين، وبعد كده نطلعه نسيبه بقى في الهواء علشان يقرمش معانا اكتر كمان، ونشوف ريحه البلاتو اللي هتتملي. ريحته ينسون بتبقى في منتهى الجمال. طيب ده كده نحطه في الفرن ونشوف بقى مقاديرنا حمدي ينزلها لنا ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. طيب استاذنك يا حمدي ننزل المقادير، مش هيقعد في الفرن كتير، حوالي من 3 دقائق. ليه يعني؟ لو الفرن عندك هادي ومش عايز مش مولعه من قبلها ممكن يقعد لخمس دقايق 7 دقايق كده، لكن لو الافران سخنه زي عندنا كده ممكن كبرها قوي 5 دقايق. ونروح مطلعينه قلبينه الناحيه الثانيه، هتلاقوا بقى لما يطلع لونه بقى ذهبي، تحس ان هو مدي على هيبدا ان هو يتحمص او ياخد وش كده او لون، فنبدا ننقله الناحيه الثانيه وندخله تاني الفرن وساحتين وعافيه على البخار. يلا بقى نبدا يا حمدي ننزل المقادير بتاعتنا. مقاديرنا بسكوت اليانسون بتقول ايه؟ واستاذنك يا حمدي نسيبها دقيقه بس كده عشان يصوروها او يكتبوها. تسلمي.
بسكوت اليانسون معانا ايه؟ معانا كوبايتين من الدقيق، معلقتين كبار يانسون مجروس، بتجيبيه وتديله تحميصه وبعد كده تديله نص ضربه كده في المطحنه علشان يطلع الروايح الحلوه، وحته ان احنا نديله تحميصه كده في الطاسه على النار علشان نطلع الروايح اللي فيه وتبقى ريحته مركزه. معانا ثلاث بيضات، كوبايه سكر بودر، ثلاث ارباع من كوبايه الزيت، معلقه صغيره بيكنج باودر وفانيليا ورشه ملح. وخلوا بالكم كوبايه الدقيق هي هي الكوبايه اللي معايرين بيها السكر، هي هي الكوبايه اللي معايرين بيها الزيت. طيب هبدا ان انا اعمل ايه؟ استاذنك نسيب المقادير ثواني يا حمدي. ادي بيض ومعانا فانيليا بالشكل ده كده، معانا زيت ومعايا سكر بودر، وهعمل كده بصوا علشان اليانسون مش مجروش عندي، فهعمل كده الخلطه بتاعه الخلاط هتديله الجرشه اللي انا عايزاها، وابدا ان انا اخلط ده كله كده كويس. بسم الله. رشة الملح واخلط ده كله مع بعضه. فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي البيكنج باودر والدقيق. بسم الله. بصوا كده وقفت الخلاط، انا شايفه ان في سكر بودر في الجناب ما تعملش اهو كده، نجمعه نبدا نخلط تاني وهنفضيه في بوله ونبدا ننزل عليه بالدقيق والبيكنج باودر. بسم الله. كده تمام وزي بصوا كده، بص معايا يا حمدي، تعالى كده اهي، لا اله الا الله، بصوا القوام ده كده، سكر بودر مع الزيت مع البيض مع الفانيليا ورشه الملح، ومعاهم كمان اليانسون علشان انا كنت حابه ان هو يتجرس شويه مع الحاجه. طبعا لو انت جرشاه بره يبقى هتحطيه امتى؟ هتحطيه مع الدقيق ومع البيكنج باودر. انا عايزه انزل كل الكميه علشان نستفاد بيها. الله بصوا كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ انا قلت لكم هياخد وش معانا اكنه بيبدا ان هو يتحمص، كل اللي انا محتاجاه اعمل كده عشان بقى يتحمص من الناحيه التانيه. بالشكل ده بنبدا ان احنا نلب الناحيه الثانيه علشان يتحمص الناحيه الثانيه كمان. بالظبط مع شويه شاي بحليب يا حمدي، ياه بالشكل ده كده، علشان اللي طاري من الناحيه دي ده بصوا لسه طاري ازاي، يبدا ان هو يتحمص ويتقرمش معايا كمان. نحط ده في الفرن ونطلع الثاني نشوف برده خد اللون بتاعه ولا لا. الاخضر يعني تابعي معايا ده كمان. تسلميلي. بسم الله ما شاء الله. بصوا ريحة اليانسون هايلة. على فكرة نفس اللي أنا بعمله ده نفس اللي هنعمله في الفايش. الفايش بيتعمل ويتخمر، بس ده الفرق بقى بينه وبين بسكوت اليانسون. بيتعمل ويتخمر وبعد كده بيدخل الفرن يستوي، وبعد ما يستوي تسيبيه ليله كامله، ليله كامله، وده لازم ضروري جدا علشان يطلع معاكي مظبوط. يتساب ليله كامله وتاني يوم يبدا يتقطع ويتعمل زي ما احنا عاملين كده. هنشوف ان شاء الله لما نيجي نعمله. كده قلبنا كل كميه البسكوت بالشكل ده كده علشان تتحمص من الناحيه التانيه كمان،
وتعالوا دلوقتي نشوف الكميه اللي قلت لكم اللي احنا عاملينها واللي حضراتكم شفتوها دي ضعف المقدار علشان الصاج بتاعنا كبير، لكن المقدار اللي احنا عاملينه هنحطه في صاج صغير. بندهن الصاج زيت يا اما بنحط له ورقه زبده، وخلوا بالكم من الموضوع ده كويس قوي. طيب هوريكم دلوقتي قوام العجينه، وفي حاجه مهمه جدا لازم واحنا بنفضيها لازم ايدينا تبقى كمان مدهونه زيت علشان تنزل معانا بكل سهوله. حصل خير، تنزل معانا بكل سهوله بالشكل ده. وابدا دلوقتي اروح عامله كده بايديا اللي هي المدهونه زيت علشان العجينه تنزل بكل سهوله. ده قوام العجينه اللي انا عايزاه. بسم الله، الايد تبقى مدهونه زيت اهي، وابدا ان انا انزل كده. ضربت السوائل كلها في الخلاط اللي هي البيض والفانيليا والسكر البودر كده اهو، وحطيت معاهم كمان اليانسون وضربتهم. بصوا بدهن كده وابدا ان انا، بصوا بتمشي بقى معايا ازاي بكل سهوله بالشكل ده كده. عندك ورقه زبده حطيها علشان تقلبي على طول هيطلع معاكي زي الفل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بص انا حاسه ان جوانتي اصلا هيتقطع، عايزه اخلص بسرعه عشان الزيت ما يوصلش لايديا. بصوا كده بنساوي طبعا عشان البيكنج باودر اللي احنا حاطينه، فكل ده هيعلى اهو. يبقى المقدار اللي احنا عملناه عملنا بيه صاج صغير زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، هنحطه في الفرن يستوي معانا، ونخلي بالنا ان هو ما بياخدش وقت في الفرن اهو. بصوا بصوا كده، بصوا الوش بقى كله عجينه واحده ازاي بدهنه الزيت طلع معانا في منتهى الجمال. تعالوا نطلع اللي في الفرن اللي هو خد معانا اللون الحلو اللي احنا عايزينه، ونسيبه يهدى قبل ما نرصه ونحط ده مكانه. يلا بينا يا حمدي. بسم الله بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم ريحه اليانسون هايله. الشكل ده كده، ده شكله هو ني تمام، ولما بيستوي بنبدا ان احنا نسيبه يهدى خالص، وبعد كده بنقطعه بالشكل ده علشان بعد كده نقلبه على الناحيتين ياخد التسويه بتاعته. تعالوا نحط اللي احنا لسه عاملينه مع بعض ونشوف تسويته هتبقى عامله ازاي. بياخد قد ايه لونه في الفرن؟ على حسب درجه حراره الفرن، بنعمله على درجه حراره 200 زي ما هو كده، والفرن يكون سخن، وبياخد مننا من حوالي يعني من ربع ساعه لثلث ساعه كده على حسب السخونيه بتاعت الفرن. عينيا الاثنين اهو. دلوقتي هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله هنطلع فاصل، وفي الفاصل هنبدا يسيب بس البسكوت بتاعنا يهدى شويه، ونبدا نرص مع كوبايه شاي بحليب كده او كوبايه شاي ساده على حسب مزاجكم ما يطلب. تعالى كده يا حمدي نبص على اللي في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين المنظر عامل ازاي؟ يعني دقيقتين بالكتير وهنطلعه، نسيبه يهدى وبعد كده نبدا ان احنا نقطعه. بس بصراحه يفضل ان هو عامله معامله الفاش السريع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايزه اسيبه لتاني يوم علشان يتقطع ما يطلعش معانا مفرول. لو اتقطع وهو سخن هيفرول في ايديكي، فنسيبه يرتاح براحته. يعني ممكن لو عملتيه دلوقتي قطعيه بالليل، قطعيه تاني يوم علشان تبقى الحته ماسكه نفسها. نبدا ان احنا نحطه في الصاج بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده، قلبناه على الناحيتين علشان يقرمش معانا، وطلع معانا ان شاء الله زي الفل، وهيطلع معاكم كمان ان شاء الله زي الفل. بسم الله ما شاء الله، بصوا كده ادي بسكوت اليانسون لما بيطلع، نسيبه يهدى خالص ونقطعه تاني.